نداءات وتحذيرات أطلقها محافظ تعز الأسبق حول ما يحاك لمحافظة تعز من دسائس. فماذا يحدث في سواحل تعز الغربية ومناطق الحجرية؟ ولماذا تسعى أبو ظبي لفصل الساحل الغربي كإقليم مستقل؟ هل أصبح حراس الجمهورية أداة لصناعة الفوضى والعنف بتعز؟ أهلا بكم. منذ انتزاع مديرية الساحل الغربي من يد ميليشيا الحوثي في مطلع 2017، ظلت هذه المديريات تحت سيطرة ما يسمى بالقوات المشتركة بقيادة طارق صالح، المخا وموزع وذباب والوازعية، وصولا إلى مناطق في الحجرية باتت اليوم تحت وصاية الإمارات ممثلة بيدها الطولة، وتمتلك أقدم الموانع على مستوى شبه الجزيرة العربية والخليج، ويعرف بميناء المخا فضلا عن إشرافها المباشر على باب المندب. تحذيرات كثيرة سبق وأن أطلقها ناشطون وسياسيون حول مساعي الإمارات لفصل الساحل الغربي عن تعز، هذه المرة بأدوات ما يسمى بحراس الجمهورية. غير أن ما كشفه المحافظ الأسبق لتعز علي المعمري يؤكد أن مسلسل التخريب واصل لا محالة إلى مدينة تعز. فما هي مخاطر مسلسل الفوضى الذي تقوده الإمارات في الساحل والحجرية؟ لماذا اتجهت قوات طارق لتعزيز نفوذها في التربة والحجرية بدلا عن التوجه لمواجهة الحوثي؟ وهل يتم استغلال دم الحمادي لتعزيز نفوذ الإمارات في مناطق تواجد اللواء 35؟ وكيف يمكن إفشال مخطط تقسيم المحافظة؟ وأخيرا، أمام هذه الدوامة من العنف المحتمل، أين تقف الشرعية؟ لم تكن هذه المظاهرات مجرد تعبير عن مخاوف أو تكهنات، أو كما قيل حينها مكايدات سياسية، فقد جاء الخبر من أهله بنداء أطلقه المحافظ الأسبق لتعز علي المعمري حول ما يحدث في الساحل الغربي. كشف المحافظ في تدوينة مطولة على صفحته بفيسبوك عن معلومات حول استقطابات لأفراد في الجيش من أبناء الحجرية وتوزيع الأسلحة والأموال تمهيداً لحرب وصراع دام في تعز بمزاعم الانتقام للشهيد عدنان الحمادي. يحذر المعمري من أن هذه المحاولات تهدف إلى ضرب تعز ببعضها وتمزيق نسيجها الاجتماعي والتأثير على تركيبتها الديمغرافية تحت مزاعم وأوهام مختلفة. ما هو الأخطر من ذلك بحسب المعمري أن هذه القوات التي تشكلت تحت لافتة تحرير صنعاء تقوم بعملية تغيير ديمغرافي بهدف السيطرة الدائمة على المناطق الحيوية بتعز، حيث تقوم بشراء الأراضي والبسط عليها وبناء وحدات سكنية. سواحل تعز التي كان من المأمول استعادتها لتكون متنفساً للمحافظة، واستعادة مينائها وتشغيله وبسط سيطرة السلطة الشرعية عليها أصبحت عبارة عن دولة أخرى خارج سلطة الشرعية، وتتبع بشكل مباشر الإمارات كما يقول المحافظ الأسبق. يخرج المحافظ عن صمته مؤكداً أنه صار لزاماً مكاشفة الناس وقرع أجراس الخطر، حيث يبدو أن مساعي الإمارات لفصل مديريات الساحل الغربي عن المحافظة تمضي بوتيرة دفعت الكثير للوقوف أمامها رافضين هذه الممارسات. لكن ما يزيد الأمر سوءاً هو صمت القيادة الشرعية عن مظاهر الهيمنة العسكرية خارج إطار مؤسسات الدولة بفعل ما تقوم به ألوية حراس الجمهورية بقيادة طارق صالح، الذي يوصف بأنه بيدق الإمارات في الساحل الغربي منذ تحريرها، ناهيك عن التصرف بأراضي وعقارات الدولة وسواحلها. زرعت أبو ظبي نواة الانشقاق كما يقول متابعون للمشهد، وإذا لم تتدخل القيادة الشرعية في اللحظة الحاسمة فإننا قد نجد غداً لافتة كبيرة لإقليم المخا ليستمر قضم الأرض من تحت يد الشرعية. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية الدكتور فيصل الحذيفي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء من تعز، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور فيصل. مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام ولضيوفك الكرام. أهلا بك. لو سألتك دكتور فيصل، ما الذي يحدث في الساحل الغربي والحجرية بالتحديد؟ نذكر المشاهدين الكرام
بأن تعز فيها مناطق ذات أهمية عالية وتنقسم إلى قسمين، المناطق ضواحي تعز وهي المناطق الصناعية ومطار تعز، وظلت تحت سيطرة الحوثيين الذين عجزوا عن اقتحام تعز عسكريا. المنطقة الثانية الأكثر أهمية هي الساحل الغربي، فيها ميناء وفيها كهرباء، محطة الكهرباء لتعز كامل هي في 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 المخا، وأيضا فيها ساحل فيه ثروة سمكية. اليوم المدينة محرومة من هذه الثروة السمكية وتأتي بالأسماك من أماكن بعيدة، من عدن ومن حضرموت. الإمارات أجندتها من اليوم الأول في تدخلها مع السعودية ركزت على الاستيلاء على الموانئ وعلى الجزر وعلى إنشاء ميليشيات موازية لقوات الشرعية، وبالتالي لها هدف آخر مختلف. اليوم ما يجري في الساحل وهو للأسف مديريات قليلة السكان بدون تنمية، بدون إعمار، بدون بنية حضرية، أي أنها كانت هذه المنطقة مخصصة للتهريب. النظام السابق استقطع لنفسه منطقة في تعز ظلت حكرا على التهريب، تهريب البشر، المخدرات، الحيوانات، العلاج، كل ما هو ممنوع خارج إطار الدولة والقانون كانت هذه المنطقة يعني تدر ذهبا على هذا النظام دون معرفة الإرادة اليومية. حتى العساكر والمحور والذين يعينون في هذه المناطق يعينون بشروط خاصة، أي أن يكونوا من الخاصة الخاصة للنظام. الآن طارق عفاش أوكل إليه إرث نظام التهريب أو نظام اللصوصية التي كان يديرها علي عبد الله صالح على المستوى اليمن، ولكن في مسألة المخاء هو دمر تعز بأنه عطل هذا الميناء الشهير، هو أشهر من ميناء عدن، هو أشهر من ميناء الحديدة، هو أشهر من ميناء الصليف، هو تاريخيا عرفته الأمم البعيدة موكا وسمت البن اليمني الأشهر في العالم باسمه. إذن اليوم كانت أقصد من اليوم الأول الإمارات تنوي إلى تحزيم تعز، إلى وضع حزام أمني لتعز، عجزت عنه في الداخل من خلال دعمها السلفيين والجماعة المسلحة، وعندما لفظها المجتمع التعزي وخارجا بدأت الآن يعني تجند لهذا الحزام الأمني من ناحيتين، من ناحية طارق عفاش الذي يعتبر خارج المعادلة، معادلة الدولة أو الجمهورية الشعب اليمني والسلطة الشرعية، وكذلك أرادت أن تجعل من اللواء 35 هو المرشح لأن يكون حزاما أمنيا، وبالتالي إذا أخضعنا اغتيال الحمادي باعتباره جريمة سياسية لا شك أنه رفض أن يكون بيدقا لتحزيم تعز بيد الإمارات، ولذلك تم التخلص منه لكي يتم تعيين بديلا عنه شخص يخضع لمثل هذه الخطة الإماراتية. وبالتالي اليوم تأخر تعيين بديل عن القائد عدنان الحمادي هو يطرح عدة أسئلة وشبهات حول التآمر على إمكانية إخضاع تعز، حرمانها من الساحل، وكذلك اقتحامها من الأطراف من الحجرية، وأرادت أن تخلق حربا بينية يسهل على هذه على هذا المخطط تمريره بكل سهولة ونجاح. نعم، إذن دكتور فيصل، يعني لو تساءلنا ما الذي تريد الإمارات بالضبط من خلال تعزيز نفوذها في الساحل الغربي؟ يعني كان الناس يتوقعون أنه منذ تحرير الساحل الغربي أنه سيكون هناك متنفس للمدينة، سيعود لها ميناءها، سيعود تشغيل ذلك الميناء، وسيصبح للمدينة جهة تستطيع من خلاله التنفس والدخول والخروج. الإمارات تعتبر أي ساحل وأي موقع ميناء في الخارطة الإقليمية في الجغرافيا الإقليمية يعتبر منافساً لموانئ دبي وجبل علي، وبالتالي هي دائماً كل عندما تدخل تعطل نشاطات هذه المصالح الاقتصادية لهذه الدول. دخلت الصومال وفعلت ذلك،
وأرادت أن تفعل ذلك في السودان، وأرادت أن تفعل ذلك في جيبوتي، وطردت شر طرده. وبالتالي أول ما دخلت اليمن وضعت يدها على سقطرة، على نشطون، على ميناء المكلا، على ميناء عدن، على جزيرة ميون، على المخا، على السواحل التي أصبحت تعبث فيها في تجريف الثروة السمكية لأطراف لشركات بالباطن. يعني هي لا تريد أي نشاط اقتصادي ناجح يضرب نشاطها الاقتصادي. حتى وأريد أن أؤكد على هذا حتى يعلم القاصي والداني وليكون دليلا على دامغا في على ما تفعل الإمارات، حتى البضاعة والتجارة اليمنية التي تدخل إلى الموانئ ما لم تكن قد مرت على ميناء عدن ترفض إدخالها. أي أن كل التجارة الدولية التي تأتي لليمن تشترط الإمارات أن تمر على دبي، تدفع ضرائب كم في المئة ثم تمر إلى عدن، وبالتالي يسمح لها بالدخول. وأي تجارة مباشرة مع الصين أو مع أي طرف دولي آخر لا يمر على عدن، تظل البواخر عرض البحر ولا يسمح لها بإنزال هذه التجارة. اليوم معظم مخزون التجارة المحلية في 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 اليمن مخزون إماراتي، من الغذاء، من العلاج، من الدواء، من الكماليات، كله يأتي عن طريق الإمارات، سواء كان فابريكيشن يعني معاد تصنيعه في الإمارات أو كان ترانزيت عن طريق الإمارات، ودفع اليمنيون ضريبة مضاعفة، ضريبة في دبي وضريبة في الموانئ اليمنية. يعني الإمارات الحقيقة لا تريد لجميع الموانئ اليمنية أن يعني تأخذ حظها من العودة إلى وضعها الطبيعي. كذلك تعز عندما تحرم من إيرادات كبيرة جدا، فهي وسط اليمن، سيكون هذا الميناء أقرب لعمق اليمن، وربما يتخلص الناس من الذهاب إلى عدن حيث التعطيل الكبير، وأيضا من الحديدة حيث تميل الإيرادات لصالح الحوثيين. وبالتالي هذا الميناء سيدر على تعز من الأموال ما يغنيها عن الشحن وعن تشغيل السلطة المحلية وعن التنمية المحلية التي تعز بحاجة إليها، ابتداء من الإعمار وانتهاء بالخدمات الأساسية كالماء والكهرباء. اليوم الكهرباء لا يستطيع أبناء تعز أن يحصلوا عليها، وهي تقع في المخا، والمخا مفصولة عن تعز، ولا يستطيع تشغيل الميناء، والميناء مفصول عن تعز. يعني هناك سؤال مركزي ينبغي أن يوضع على الطاولة حتى يفهم الجمهور يعني ما يجري في الساحل. الساحل فيه أربع مديريات: ذباب، موزع، الوازعية، المخا. كم عدد الذين تجندوا من هذه المديريات ليكونوا أساس قوام التحرير للساحل؟ لا شيء. كما القيادات العسكرية والمدنية التي عينت من هذه المديريات؟ لا شيء. إذن لماذا سلم الساحل أصلا لأبناء السلف العمالقة في الجنوب، حتى يصبح هناك نوع من التداخل والشك والصراع الداخلي؟ لماذا سلم بعد التحرير بأيدي يمنية والعمالقة وهم من غير أبناء تعز؟ لماذا سلم لطارق عفاش الذي ظل يقاتل أكثر من أربع سنوات مع الحوثيين؟ كيف نستطيع أن نصدق بأن طارق عفاش هو يقود قوات إسماعيل حراس الجمهورية؟ أي جمهورية؟ اليوم نحن في اليمن نتحدث عن أربع جمهوريات. نعم، سنتساءل عن هذه الجمهورية. نعم، سنتساءل عن هذه الجمهورية، أي جمهورية يتم القصد بها. ولكن اسمح لنا دكتور فيصل أن ينضم معنا الأستاذ شوقي القاضي، عضو مجلس النواب، عبر الهاتف من إسطنبول. مساء الخير أستاذ شوقي. مساء النور العافية أختي. أهلا بك أستاذ شوقي. نداءات وتحذيرات أطلقها محافظ تعز الأسبق علي المعمري حول ما يحاك لمحافظة تعز من دسائس، فبرأيك ما الذي يحدث في سواحل تعز الغربية ومناطق الحجرية؟ شكرا جزيلا أختي آسيا، وشكرا لضيفك الرائع الدكتور فيصل الحذيفي، وشكرا للسيدة السادة المشاهدين. المسألة باتت واضحة بصراحة عندما جاء بطارق بعد هروبه المشبوه من يد الحوثيين، لأن هناك أكثر من علامة استفهام، أن يقتل الرئيس علي عبد الله صالح وحارسه الشخصي كما يسمى حارس الجثة ينجو بعقوبة، ونعلم وهو في شبوة. بعد ذلك معلش خلونا يعني لا نستقر التاريخ، ولكن أقول بعد أن جاء بطارق، وكما ذكر ضيفك الكريم الدكتور فيصل الحذيفي، لم يشهد لطارق أي يعني أي معركة أو أي موقف لصالح الجمهورية ولا لصالح الشرعية.
الجمهورية خذلها، سلم كل المعسكرات مع فريقه للحوثيين، وكان إلى يوم ديسمبر 2017 وهو يجهز القناصة لقتل شباب تعز، وهذه كلها موثقة ولا أحد ينكرها. أردنا بصراحة أن نتجاوز كل هذه المواقف عندما جيء به وغتيل القادة الحقيقيون الذين حرروا من ساحل البريقة إلى وصلوا إلى المخا، أحمد سيف اليافعي رحمة الله عليه وعمر الصبيحي رحمة الله عليه، الذين اغتيل يعني بطرق غامضة لا أحد يدري بالضبط ما الذي حصل، وأقصي هيثم قاسم صالح الذي كان أحد قادة التحرير أيضا، وأقصي القادة الحقيقيون لأولئك الشباب من المقاومة الجنوبية وشركائهم من جميع المحافظات والشباب السلفي الذين شاركوا باستماتة وشاركوا ببطولة، أقصي قادتهم وترك طبعا للعلم أقصي قادتهم وأقصي المؤثرون منهم وسمعدوا تماما، الذي هدد هدد والذي ضيق ضيق والذي قتل قتل، وبقي شباب آخرون يحتاجون إلى مرتبات ويحتاجون إلى مال. جاء بطارق كنا بصراحة متشككين، لكن قيل لنا اعطوه فرصة، الرجل يريد أن ينتقم لعمه، يعني طبعا منطق سائري أسري، الرجل كان يفكر بهذه الطريقة لأنه يعني أو عفوا الذين يدعموه، فقلنا يلا ينتقم لعمه ينتقم لعمه. وضع في تلك المناطق، لم يتقدم شبرا. المعركة الوحيدة التي حصلت معروف أنه سلمت أسلحة ثقيلة، سلمت الحوثيين وكأنهم في مسرحية هزيلة كأنهم هزموا، وإذا بطارق يتوقف وقوف الموت يتحول إلى داعم لمجاميع مسلحة مشبوهة في محافظة تعز، مجمد ساحل يعني مع القوات هناك، وما يعني أعاق مسألة تسليم المخا للسلطة المحلية بتعز لتستفيد منه، وقد ذكر ضيفك الكريم كثيرا من هذه النقاط، ولكن طارق ترك كل تلك المهام، لم يتقدم باتجاه الحوثي، بل هناك لدينا وثائق ولدينا أدلة ولدينا شواهد ولدينا شهود بأن الرجل منسق تماما مع الحوثيين، وأنهم مهما قيل طبعا من شتائم وسباب مسرحية في يعني في الفيسبوك كما يقال، لكن الرجل لا يشكل مطلقا أي خطورة، بل يعني أن كثير من أهله وأسرته رهائن لدى الحوثيين. يعني لو أحسن الظن، فمثل هؤلاء القادة الذين لا يستطيعون أن يتقدموا باتجاه الحوثيين مفروض ينحوا تماما ويعين أبطال، لكن للأسف اليوم طارق صالح لدينا أسماء، طبعا أنا أقولها بكل ثقة، لدينا أسماء ولدى الأستاذ النائب علي المعمري محافظ تعز الأسبق، لديه أسماء وأرقام بشخصيات مشبوهة كانت تقاتل مع الحوثيين، ادعت بأنها انضمت لطارق صالح، أرسل هؤلاء الناس إلى مناطق في الحجرية والتربة والمديريات التي يعني محادة ما بين الساحل وهي من مديرية تعز، أرسلوا إلى هناك، يسكنون في بيوت مرصودة طبعا. أنا أشكر أحرار اليمن وأشكر أحرار تعز الذين راصدين أيضا مثل هذه البيوت. للأسف خذلت تعز من الشخصيات. نعم. كنا تعز منذ البداية تخذل أستاذ شوقي، ولكن قبل أن نتحدث عن خذلان تعز خاصة من قبل القيادة الشرعية، دعني أسألك، لماذا تسعى أبو ظبي برأيك لفصل الساحل الغربي كأقليم مستقل كما نتابع؟ ما عدا رأي أختي، يعني وزير الخارجية طرح هذه المسألة بكل وضوح، طرحها في مجلس الأمن في الاجتماع الأممي بوضوح، يعني ليس رأي، هذه حقائق. الإمارات للأسف يعني منذ دخولها اليمن وهي لها أجندة تتمثل في السيطرة على الجزر والسيطرة على السواحل والموانئ، ولهذا هي تشتغل بأجندة واضحة طبعا. الذين لا يشتغلون بأجندة واضحة إلى درجة أننا أحيانا نشك وأحيانا نحسن الظن هم إخواننا في المملكة العربية السعودية. أما الإمارات فأجندتها واضحة كالشمس في أن تعطل الموانئ اليمنية، علما لمن ذاكرته مثقوبة ونسي. الإمارات كانت يوما ما قد استأجرت ميناء عدن لكي تشغله عبر يعني شركة موانئ دبي، وجمدته وحولته إلى مخازن للخردة، عطلته تماما. عندما جاءت ثورة 2011 وجاءت حكومة مازن دوا، فتح هذا الملف مع الإخوة في الإمارات وقيل لهم إما أن تشغلوه ويتحرك هذا الميناء وإما أن نستعيده. من يومها بدأت العداوة الاستراتيجية بين فبراير ورموزها
وما بين الإمارات، فأجندة الإمارات واضحة، تعطيل الموانئ والاستيلاء على الجزر، وهي تشتغل بوضوح. نعم، إذا أستاذ شوقي، إذا ما سلمنا بسيناريو أن الإمارات أزاحت الشهيد عدنان الحمادي لأنه كان يرفض أن يتحول اللواء 35 إلى حزام أمني بنسخته التعزية، وتود أن يكون هناك قائد ينطوي تحت يعني إمرتها، أين هو دور الشرعية؟ لما لم تعين قائد حتى الآن؟ لما تقبل بمثل هذه السيناريوهات أن تكون موجودة على الساحة؟ يا سلام، سؤال جدا رائع. بداية، أين الشرعية في استكمال، وأنا هنا أكررها، في استكمال التحقيق بمقتل القائد عدنان الحمادي رحمة الله عليه، هذا البطل الذي فعلا السبب الرئيس أنه رفض بكل شموخ أن يخون شرفه العسكري وقسمه العسكري وتاريخه النضالي في انحيازه لثورة فبراير مبكرا، وحمايته لتعز من ميليشيا الحوثي والمعسكرات التي انضمت، يعني حوثها الحوثي وسلمت له. هذا البطل قتل لهذا السبب، من أجل أن يسمع العالم كل اليوم، قتل لأنه كما قلت بالضبط، ونحن كنا بصراحة متوقفين عن كل كلام في هذا الموضوع احتراما للقضاء واحتراما للجنة التي تحقق، لكن يبدو أن الشرعية مخذولة، قتلها الله، يعني قتل الله من يخذلها وقتل الله من يتسبب بخذلانه، أو يعني للأسف لا نعرف بالضبط إلى أين وصلت التحقيقات في مقتله، لكي يعرف العالم والشعب اليمني وأهل تعز بالضبط لماذا قتل عدنان الحمادي. قتل عدنان الحمادي لهذا السبب. الآن يريد أن يعين لقيادة اللواء 35 شخصا عليه أكثر من علامة استفهام. نحن نطالب القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائب القائد ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان أن يكون لهم فصل الخطاب للعلم. بيدهم الآن إغلاق الفتنة، بيدهم الآن وأد الفتنة. إذا حصل لتعز أي تمزيق، وإذا حصل لمنطقة الحجرية والتربة أي تمزيق أو أي احتراب أو اقتتال، لأن أبناءها لا يمكن مطلقا أن يستسلموا لصانع القناصة ضدهم، لأن أبناء الحجرية وأبناء التربة وأبناء جميع المديريات، وإذا قلنا الحجرية الكبرى فهي تشمل كقضاء مديريات كثيرة جدا بما فيها حيفان وبما فيها إلى آخر، هؤلاء لا يمكن مطلقا أن يستسلموا ولا يمكن أن يذعنوا. إذا فتحت باب حرب وفتنة واحتراب، فالمسؤول الأول هو الرئيس هادي ونائبه محسن ووزير الدفاع. نعم، وأين هو دوركم أنتم أبناء وجهات تعز؟ قبل دورنا، نحن في دولة مؤسسات أختي، يعني إيش دوري؟ تشتم مني أروح أعين وزير يعني قائد للواء 35؟ أنا أبدأ أولا كنائب في البرلمان مهمة التشريع والمراقبة، أقولها بكل وضوح أن أي فتنة لا سمح الله تحصل، المسؤول الأول عنها الرئيس هادي ونائبه محسن ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، الذين إلى الآن لا زالوا يعبثوا ويلعبوا في ورقة اللواء 35 ولم يحسموه، ولم يحسموا هذه الورقة، وتعيين قيادة يعني متوافق عليها، مشهود لها بالعسكرية ومشهود لها للولاء في تعز. نعم، إذن شكرا جزيلا لك شوقي القاضي عضو مجلس النواب، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. عودة إليك دكتور فيصل. دكتور فيصل، يعني استمعت لحديث الأستاذ شوقي وربما تحدث بمرارة عن دور الشرعية اللا موجود، خاصة في مسألة التحقيقات يعني في قضية مقتل الشهيد الحمادي. هل تسمع إلي دكتور فيصل؟ نعم دكتور فيصل، هل تسمعني؟ إذن إلى أن نعاود التواصل بالدكتور فيصل ربما نسترجع بصورة سريعة النداء الذي أطلقه محافظ محافظة تعز الأسبق علي المعمري، حيث تحدث عن مؤامرة تدار حول تعز من خلال معارك الساحل الغربي والحجرية، تجنيد اللامنطقي، البناء الذي يحدث هناك، تسكين من ينتمون لهذا اللواء. ربما هو أراد أن يشير إلى معلومة مهمة
وهي أن نحن لم نكن ضد الاندماج الوطني، ربما أثارتها هذه النداءات من محافظ المحافظة الأسبق بأنه يتحدث بعنصرية عن وجود العمالقة أو حراس الجمهورية كما يطلقون على أنفسهم. وهنا يعني توضيح أقرأه سريعا، لم نكن يوما ضد الاندماج الوطني وامتزاج المناطق والمحافظات ببعضها، فقد كان ذلك هدفا لكل الوطنيين الشرفاء في تعز على مدى تاريخها النضالي الواضح وفي ظروف طبيعية وعوامل ذاتية تنبثق من حاجة الأفراد والمجتمع. لكن وهو يحذر هنا أن انتهاج هذه السياسات بشكل مدروس ومنسق سياسيا وعسكريا في هذا التوقيت بالذات في ظل الحرب مع استمرار الجروح المفتوحة وبتمويل أطراف معادية لتعز كان له دور أيضا في إيصال الوضع البلد إلى ما وصلت إليه. يعني يؤكد بأن هناك من يطبخ لتعز مخططا جهنميا كما يقول، بحيث تضرب من الداخل عبر أبنائها. ونحن في هذه الحلقة نتحدث عن بعد عزل مديرية الساحل، هل ستنجح أبو ظبي في تقسيم محافظة تعز وزعزعة الأمن هناك من خلال هذه التدابير التي انتهجتها منذ تحرير الساحل الغربي؟ نناقش كذلك مع ضيفنا الذي سيعود إلينا بإذن تعالى الدكتور فيصل الحذيفي، ما الذي يحدث هناك؟ عاد الدكتور فيصل؟ نعم، إذن دكتور فيصل أتمنى أنك استمعت لحديث الأستاذ شوقي وهو يتحدث عن دور الشرعية غير الموجود في هذه يعني المؤامرة لنقول التي تحاك لتعز، لم تعين حتى الآن بديلا عن الشهيد الحمادي قائدا للواء 35، لم تظهر حتى الآن نتائج تحقيقات قضية مقتله، فبرأيك ما الذي يدور؟ بخصوص التحقيقات حول مقتل القائد الشهيد عدنان الحمادي، هناك ريب وشكوك بأن الاغتيال سياسي وليس جنائي، وبالتالي لا يمكن الإفصاح عن هذا الملف لأن السلطة الشرعية لم تتجرأ على أن تستعد زمام المبادرة وأن تواجه السعودية والإمارات بهذه الاختلالات وفضلت الصمت. لكن لو كان الاغتيال جنائي كان بإمكان القضاء أو النيابة العامة أو لجنة التحقيق أن تعلن بأنه جنائي وتحويله إلى المحاكمة، ولكن التعتيم الشديد على إعلان التحقيقات وعلى عدم تعيين بديل للحمادي بعد شهور يؤكد بما لا يدع مجال للشك بأن هناك اغتيال سياسي وراءه طرف خارجي أراد شرا بتعز وأراد شرا بكل القيادات العسكرية الوطنية. ليس الحمادي آخرهم، وهناك قائمة طويلة من العسكريين الوطنيين والتيار الوطني في الجيش وفي الأمن وفي تم اغتيالهم يعني. فهذه التراكمات من استهداف هذه القيادات معلوم من وراءها، يعني لا يمكن أن يقتل هؤلاء القادة وهم على رأس قادة المناطق أو قيادة أو رئيس هيئة الأركان السابق الذي تم استهدافه في الميدان. يعني إذا عندنا قيادة ألوية وقيادة مناطق وقيادة يعني كلها استهدفت لأنها كانت عناصر وطنية بما في ذلك الشهيد عبد الرب الشدادي، يعني الذي كان له وزنا معتبرا وكان مقبولا لدى جميع ألوية الجيش وفرقه العسكرية وربما يكون رئيس هيئة أركان. هم لا يريدون أن تصل هذه القيادات إلى موقع يجعلها تبني يعني مؤسسة عسكرية قادرة على اتخاذ القرار وبتسلسل هرمي. اليوم نحن كما قلت قبل شوي هناك عدة جمهوريات وهناك عدة جيوش وهناك عدة سلطات مفتتة عن بعضها البعض. يعني إذا تحدث يعني تناولنا مسألة ما ورد في 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 تغريدة المعمري حول مسألة التغيير الديمغرافي، الحقيقة هذا الموضوع هو مختص بالمناطق الساحلية، قلنا قليلة السكان قليلة التنمية البشرية المحرومة من الإعمار، وبالتالي
تنقل اليمنيين في أنحاء اليمن في وضع السلم طبيعي جدا، ولكن انتقال كثافة بشرية جدا في وقت الحرب وفي مناطق خالية من السكان لتحل محل السكان الأصليين ليرفعوا مطلب إعلان المخا محافظة لسلخها لحرمان تعز عن هذا التراث التاريخي، باعتبار أن المخا هي 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 مديرية ذات أهمية بالنسبة لتعز، وحرمانها من 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 منفذ بحري ومن ثروات بحرية ومن موقع هام، إذا سلخ الساحل عن تعز أصبح تعز أشبه بدولة أفريقية بدون بحر، أشبه بإثيوبيا، أشبه بغانا، برواندا. إذن تعز ستصبح لا شيء بدون هذا الساحل، وبالتالي اليوم المؤامرة تكتمل لضخ كثير من السكان بمسميات عسكرية، مسميات أمنية، مسميات مدنية إدارية. اليوم تدار تعز أو سواحل تعز تدار بعيداً عن السلطة الشرعية هين، بعيداً عن الدولة، بعيداً عن الجمهورية اليمنية، الجمهورية التي تخص الشعب اليمني. اليوم الجمهورية أو حراس الجمهورية الذين في الساحل هم لا يخصون الجمهورية اليمنية التي يطالب بها الشعب كامل، هي جمهورية العائلة، جمهورية إرث النظام السابق. اليوم نعم السؤال دكتور فيصل، يعني كيف تحولوا من مواجهة الحوثي في الحديدة وتلك المناطق إلى التربة والساحل الغربي، ما هذا التحول برأيك؟ الأموال المتدفقة عليهم هي من مكنتهم من هذا التحول، والممول له اشتراطات، لا ينبغي، لا يستطيع الممول أن يمول ليترك الحرية لمن يمولهم بأن يفعلوا يعني أو أن يشتغلوا وفق أجندة وطنية تخالف أهدافهم. يعني نحن قلنا بأن الإمارات من اليوم الأول أرادت تحزيم تعز، وأرادت أن تكون تعز نموذجا لما يجري في عدن وفي لاحق وفي الضالع وفي أبيان وفي شبوة وفي حضرموت، بأن تكون هي المتحكم بالقرار، وبالتالي تصبح القوات الموازية للجيش الوطني هي التي تتحرك على الأرض. نعلم بأن الإمارات والسعودية ليس لهم جنود على الأرض، وبالتالي كيف يستطيعون أن يتحكمون بالقرار السياسي نيابة عن السلطة الشرعية بدون تجنيد هذا الجيش الموازي الذي بلغ تعداده حسب تصريح الإمارات أكثر من 200 ألف متدرب، واليوم السعودية دخلت على الخط في تدريب دفعات جديدة تحت ما يسمى قوات حماية المنشآت، لا هي حمت المنشآت ولا هي أنجزت تنفيذ الرياض، فقط أرادت السعودية أن تنتقل من عهدة اليمن جنوبا ومن عهدة الإمارات إلى عهدتها لا أقل ولا أكثر. يعني بما أنه اليمنيون وقعوا تحت حرب لمدة 5 سنوات، وهذه الحرب فرضت عليهم الحصار والجوع والفقر، وبالتالي من السهل جدا تجنيد هؤلاء الناس وتوجيههم التوجيه الذي يخدم مصالح الإقليم ومصالح دولة خارجية على أهدافهم الوطنية، لأن السلطة الشرعية لم تقم بواجبها وبمهامها الدستورية حتى تكون نصيرا وظهيرا للمجتمع اليمني. ماذا لو تم فقط يعني صرف الرواتب لجميع المواطنين؟ ماذا لو تم صرف إعانة شهرية لجميع المواطنين؟ لا تستطيع الأموال الإماراتية أن تفتت عضد المجتمع وأن تخترقه، ولكن عندما يحرم الناس من الرواتب ومن المعونة الشهرية ومن الإغاثة، وبالتالي يصبح من السهل شراء الولاءات وتغييرهم لصالحها لا لصالح اليمن. نعم، اسمح لنا دكتور فيصل أن ينضم معنا الناشط السياسي أحمد الوافي عبر الهاتف من تعز، من عدن عفوا. مساء الخير أستاذ أحمد. فقدنا الاتصال. نعم، سنعود الاتصال بك سيد أحمد. عودة إليك دكتور فيصل. دكتور فيصل، برأيك ما هي مخاطر تفجر الوضع عسكريا في تعز؟ المؤامرة التي تحاك لتعز ولمارب باعتبارهما محافظتان شماليتان لا يخضعان للحوثي شمالا ولا يخضعان للأحزمة الأمنية الإماراتية جنوبا، وبالتالي إذا تم إسقاط هاتين المحافظتين شمالا فهي ستعزز جمهورية الحوثي الإمامية، وإذا سقطت أيضا ستعزز سلطة النظام الشطري جنوبا، وإذا سقطت أيضا ستعزز
قدرة سطوة الإمارات والسعودية على التلاعب بالشطرين وبالتالي إضعافهما بشكل مستمر وترك اليمن خارج إطار الدولة أو خارج سياقها التاريخي وعودتها إلى ما قبل إلى عصر ما قبل الدولة عصر القبيلة. اليوم حتى التدخل الإقليمي على شكل دولة الإمارات والسعودية هو أشبه بغزو القبيلة أكثر منه في تدخل دولة ذات يعني شخصية قانونية تحترم القانون الدولي. نعم. يعني الحوثيون تصرفوا كقبيلة للسلع على دولة، والإمارات والسعودية تصرفوا كقبائل أتوا لنجدة قبيلة أخرى، وبالتالي أصبحوا يفرضون شروطهم وسيطرتهم على هذه القبيلة الضعيفة. نعم. التي سأعود إليك دكتور فيصل. جدت بهم في وقت ما. نعم، عاد إلينا الأستاذ أحمد الوافي الناشط السياسي عبر الهاتف من تعز. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور عليك وعلى جميع المشاهدين. أهلا بك أستاذ أحمد. التحذيرات أطلق المحافظ الأسبق لتعز من لغم قد ينفجر في الحجرية تحت دعوى الانتقام للشهيد الحمادي، ربما تابعت هذه النداءات والتحذيرات، ما هو تعليقك؟ سبق وأن حذرت أنا قبل أسبوع من هذا الموضوع، من الأخطاء اللي موجودة في داخل الساحل الغربي والاختلالات الموجودة، لكن للأسف الشديد أنا أقول من المضحك أن يكون المسؤول الأول في المحافظة والذي كان أحد الشركاء الأساسيين في صناعة هذا الواقع اليوم الذي يجري في داخل الساحل من خلال عدم اشتراك القوات العسكرية في تعز بأن تكون شريك أساسي في تحرير الساحل الغربي، وتحدثت أنا شخصيا مع المحافظ ريمان بينو بهذا وطلبنا بأن يكون لواء أو كتائب تكون شريكة للقوات المشتركة في تحرير الساحل الغربي، لكنهم لم يذهبوا لذلك. لماذا برأيك؟ لا أعلم لماذا. كانت هناك في أوامر أيضا قبل عند يعني إنشاء المجلس العسكري، كانت الخطة بأنه اللواء 17 يتجمع في التربة ثم يتجه باتجاه الساحل الغربي لتحرير الميناء وباب المندب إلى باب المندب، وهذا كان الغرض، ولكن لم يتم دعمه من علي محسن والمقدشي والذين هم رفضوا هذا العمل. أنا الساحل الغربي هو ملف دولي ليس من اليوم، منذ وقت طويل هو ما يتطل على أهم الممرات الدولية ولها أهمية خاصة وكبيرة للعالم بالكامل. نحن نقول ما يدور في الشارع في تعز من اختلالات ومن تسليم تعز إلى قوى إرهابية للأسف الشديد واعتدت على القوى وتعتدي على المؤسسات، وطبعا هي تخدم في يعني في صميمها هي خدمة لما يحصل في الساحل الغربي وصنع قاذلية لقوى طارق محمد عبد الله صالح باختلالتها. نحن نقول مؤكدا بأنه ما يحصل داخل يعني وتسليم واستلام هو يخدم في هذا الاتجاه. نحن نقول بأن لدينا خناجر مسمومة طبعا في المقاومة، وأول هذه الخناجر المسمومة هو علي محسن الأحمر الذي صنع الحزائم للجمهورية، ومن الواجب أولا أن إبعادها علي محسن الأحمر من هرم السلطة ثم معالجة اختلال طارق محمد عبد الله صالح الذي نرى بأنه يوجد اختلالات، لكن من الذي أوقف معركة القوات المشتركة على باب الحديدة؟ ألم تكن الشرعية الذي وقعت مع الحوثيين؟ نحن نقول بأن ما جرى في مارب وفي الكوف هو إدانة حقيقية وكاملة تتضح لكل المجتمع بأن القوات التي كانت في نيم هي شريك دولة الأئمة الذين صنعوا لنا الهزيمة في أمام دولة الأئمة. وإذا نعم. ما كان الآن ما يحدث في الساحل الغربي أليس استمرار لهذه الجريمة؟ نعم. دعينا أكمل حتى تكون تقبل بالرأي والرأي الآخر. وإذا ما كان طارق محمد عبد الله صالح شريك في هذه المؤامرة وإعادة تركيز تعز وإخضاعها في داخل الساحل سوف نرفضه وسنستمر. نحن الأنقياء وليس من يخضعون لمشروع تركيا وليس من يخضعون لمشروع قطر معمري. أنا من نطق في أول اختلال ورفضت وسأرفض لأننا لا أتلقى سفارات ولا أخضع لا للإمارات ولا لقطر ولا تركيا ولا إيران ولا السعودية. نعم جميل جميل أستاذ أحمد. إذا حدثني. نعم دون يعني أود أن تحدثني، ربما أن نشرت فيديو قبل فترة عما يدور في الساحل الغربي، هل يوجد معارك حقيقية؟ ما الذي تريده الإمارات هناك؟ يعني هل فعلا تود يعني تقسيم المنطقة أو فرز وفصل الساحل فصل الساحل الغربي عن بقية المدينة؟
أنا ما تأكدنا منه أنه هناك في مخطط في هذا الاتجاه. من هم الشركاء الأساسيين اللي عندي؟ الحوثي الذي يسيطر على الحوبان هو يخضع تعز، والشريك الثاني الأساسي هو أدوات علي وحسين الذين فشلوا في إدارة تعز وفشلوا في إدارة المدينة، واليوم هم يستغلوا حتى حديثي أنا الشخصي لمواجهة الفجرية وأبنائها والتقدم نحو خلق صراع مع الساحل وخلق صراع مع الجنوب. نحن نقول بأنه حتى إذا هناك اختلالات، هل سيكون البديل القوات التي في شارع جمال؟ لم يقتنع المجتمع الدولي، حتى إذا ما اقتنعت أنا في داخل اليمن والمواطنين اليمنيين لن يقتنعوا المجتمع الدولي. هل سيكون البديل هو قوات دولية؟ نحن رفضنا الاختلالات الموجودة عند طارق وسأرفضها وسنرفضها جميعا، لكن تبدأ العملية من تغيير كل قادة تعز الذين فشلوا في تحرير. نعم. إذن اسمح لي أن أقول وجهات نظرك هذه. ثانياً على طريق محمد عبد الله صالح، على طريق محمد عبد الله صالح الاتجاه في اتجاه تحرير حديدة، وعلى القوات بقيادتها الجديدة وليس خالد فاضل وسالم وعدنان رزيق والمجموعات الإرهابية التي عادت من أفغانستان بقيادات عسكرية مؤهلة تتجه في اتجاه تحرير الحوبان. نعم. اسمح لي فقط أستاذ أحمد أن أشرك معنا في الحديث وأنقل وجهات نظرك لضيفي عبر الأقمار الصناعية. استمعت لحديث الأستاذ أحمد الوافي، هناك فشل مركب أستاذ دكتور فيصل كما يجد الأستاذ أحمد، سواء من قوات صالح في الساحل الغربي والاختلالات التي هناك، وأيضا من قادة تعز الذين أثبتوا فشلهم في المعركة التي تدار. ما رأيك؟ نحن نحترم الآراء التي تقيم الوضع بغض النظر كنا معها أو متفقين معها أو مختلفين، لكن بيودي أن نصحح بعض المفاهيم الخاطئة حتى لا نؤجج الصراعات البينية. نعم، باختصار لا يوجد لدي مزيد من الوقت. مبرر حقيقي مقنع. نعم تفضل. ها طيب أوكي، يعني هناك من يسمي السلطات في تعز على أنها سلطات إرهابية أو سلطة أمر واقع. أنا أقول بأن كل القيادات في تعز معينة بقرار جمهوري وبالتالي هي سلطة شرعية، لكن نقر بأنهم فشلوا في إدارة الملف داخل تعز. إذن ينبغي أن نتحدث بأن هذه القيادات ينبغي أن تستبدل وأن تحاسب على هذه الأخطاء. رقم اثنين، لا نستطيع أن نتجاوز في الاتهام السلطة الشرعية بشخص واحد. نحن نقول بأن السلطة الشرعية كلها ابتداء من عبد الرب منصور وفريقه السياسي والعسكري والأمني والاستشاري يتحملون وزر المسؤولية الحاصلة سواء في تعز أو في الجبهات أو فيما يحصل من حرب مستدامة لا أفق لها، يعني حتى نكون واضحين. أما هكذا رمي اختيار انتقاء بأنه فلان هو المخطئ، يعني علي محسن هو المخطئ وعبد الرب منصور غير مخطئ، أنا أعتقد كل القيادات الموجودة الآن هي مسؤولة عن هذه الأخطاء وعن هذه الانتكاسات التي أدخلت اليمن في حرب لا نهاية لها. نعم، إذن في دقيقة أستاذ أحمد إذا تكرمت، يعني ما هو دور أبناء تعز الشرفاء؟ ودعني أضع أكثر من خط تحت هذه الكلمة، الذين ينتمون فعلا للوطن قبل أي ولاء آخر في محاولة تصحيح ما يحدث من اختلالات، ويعني الضغط على الشرعية بتغيير هؤلاء القادة الفاشلين بتوجيه المعركة صوب العدو الحقيقي وهو الحوثي. على كل أبناء اليمن الشرفاء وفي مقدمتهم القيادة السياسية الشرفاء المستقلين في تعز، على الضغط لتغيير هذه القيادة العسكرية، ثم الضغط في إصلاح الاختلالات الموجودة في داخل مخا، وأي أجندة تحاول فصل الساحل عن المدينة يوقف فيها ضد. اليوم تعز هي تدافع عن اليوم تنتهك تعز لأنها تدافع عن المشروع الوطني العريض. تعز اليوم يتم التآمر عليها لتركيعها وإعادتها كما عادت في عام 2018 إلى حضن الأئمة من تركيا. اليوم أيضا مشروع وأيضا إلى حضن الأئمة، ولن نسمح بهذا الكلام، ولن نقبل لا في الإمارات ولا في السعودية إذا ما كان لديها مشروع غير وطني وخرجت عن إطار التحالف الحقيقي وعن مهامه. نحن نقول اليوم على كل أبناء الوطن إنهم ينصفوا تعز الذي تدافع عن المشروع الوطني، ليست عنصرية ليست طائفية، لكنها ترفض أي تواجد بشكل مخل وترفض استخدام أبنائها كأدوات. نحن نريد شراكة حقيقية، نريد دولة عدالة ومساواة.
تعز اليوم لأنها خرجت في 26 سبتمبر، خرجت في 11 فبراير، خرجت في بداية المقاومة، هي يتم اليوم مجازاتها. وهذه الذي يريد تصفية حسابات من عام 86 مع بعض المحسوبين كانوا على تعز، هو أيضا يستهدفها لأنه يؤخر القرارات الخمس سنوات التي كانت تنفذها. نقول على الجميع أن ينظروا لتعز كأنها أم الجميع، لأنها مناطقية تعز هي نسيج مجتمعي للجميع، ترفض المناطقية عمليا حتى وإن وجدت بعض الألفاظ اللي نتيجة عن معاناة وعن غضب، يجب أن النظر إلى الواقع الحقيقي الذي تعانيه. إذن شكرا اللي حصل هو إذن شكرا جزيلا لك أحمد الوافي الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. الشكر لك أيضا دكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء من جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.